تحياتي لكل المديرية المركزية للمحافظة السياسية والعاملين القسم المركزي للإعلام جيش تحرير الشعب الصحراوي. كما تعلمون فجر يوم 13 نوفمبر 2020 قامت القوات الملكية المغربية الغازية بالاعتداء على مواطنين عزل كانوا يمارسون حقهم الشرعي في التظاهر ضد الثغرة غير الشرعية التي أقامها الاحتلال في منطقة القرقلات. ولا يخفى على أي أحد ظروف وأسباب ولماذا يستغل العدو هذه الثغرة، لأنه كان يستغلها في تهريب المخدرات، في تهريب الأسلحة للجماعات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل، وهذا ليس السر على يخفى على أحد. إذن بعد الاعتداء على المواطنين الصحراويين العزل المتظاهرين بمنطقة القرقلات والخرق الواضح للقوات الملكية المغربية الغازية لاتفاق وقف اطلاق النار، خاصة الاتفاق العسكري رقم 1، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب أنها في حل من وقف اطلاق النار. ومن ذلك اليوم بدأت في دك مواقع القوات الغازية على طول جدار ذل والعار. فمنذ يوم 13 نوفمبر 2020 إلى غاية اليوم 11 نوفمبر 2023 تم القيام ب 3457 عمل قتالي ما بين قصف وإغارة وتسلل الآخري، كما تم استهداف 922 موقع معادي على طول جدار ذل والعار من آقة شمالا إلى بيرغندوز جنوبا، في تويزقي، محبس، الفرسية، حوزة، السمارة، أنقالة، مدريقة، القلتة، البقاري أو سرد، تشلة، بيرغندوز، يعني على طول تواجد قوات الاحتلال المغربي. وكان من نتائج هذه الأعمال القتالية اللي نفذها أبطال جيش تحرير الشعب الصحراوي أولا خسائر بشرية، وهذا باعتراف العدو نفسه، مرة يعترف بانقلاب شاحنة ويؤدى بحياة عشرات العسكريين، وكذلك الإعلان عن وفاة جنود نتيجة لدغات الأفاعي والعقارب وحوادث منفردة إلى آخره. إذن في الخسائر البشرية والمادية عبر عنها يعني مئات الجنود المغاربة اللي تم دفنهم يوميا، تسليم جثامينهم لعائلاتهم، ومنهم لمن لم تتمكن عائلته من دفنه ويدفن في المواقع التي تم قتله فيها. هذا بالإضافة إلى خسائر مادية، يعني تدمير مقرات قيادة، تدمير محطات رادار، تدمير مخازن ذخائر، مخازن وقود، بالإضافة إلى الإصابات المباشرة للعتاد من مختلف الأنواع. أما التأثير المعنوي والسياسي فلا يخفى عليكم، فهو وصل حتى وسائل التواصل الاجتماعي، الفرار الجنود المغاربة، حتى فيهم من وصل إلى أوروبا عن طريق قوارب الموت، بالإضافة إلى المحاكمات اليومية لمئات الجنود المغاربة بتهم الفرار من ميدان المعركة وعصيان الأوامر إلى آخره. أما الخسائر الاقتصادية والاجتماعية فحدث ولا حرج، وهذا مواضيع يعني أهل الاقتصاد وأهل الشؤون الاقتصادية أدرى بها، ولكن التأثيرات الجلية للجنود.